تعكف الجهات الأمنية على متابعة وضبط كل من له علاقة بجرائم الاحتيال المالي، ففي ثلاث مناطق وهي الرياض والمدينة المنورة وجازان توزع ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية قاموا بالتعاون مع تشكيل عصابي إجرامي يقيم خارج المملكة وتنفيذ عمليات نصب واحتيال مالي بانتحال صفة غير صحيحة لموظفي بنوك للحصول على معلومات الحسابات البنكية السرية من ضحاياهم والاستيلاء على نحو 3,700,000 ريال بطرق غير نظامية وتحويلها إلى خارج المملكة من خلال 83 حادثة جنائية، حيث اتخذوا محلين تجاريين في مدينة الرياض ومحافظة الخرج وكرا لاستخراج أرقام هواتف ثابتة وشرائح اتصال وتمرير المكالمات المستخدمة في الاحتيال إلى التشكيل الإجرامي في الخارج. وقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. ونذكر الجميع بأهمية الوعي والحذر من الاستغلال المالي وجرائمه بكافة أنواعها.